السلام عليكم، معكم طلال نقار. برحب فيكم بالمحاضرة الثانية بسلسلة السوائل، مثل ما أنها هي إعادة إنتاج للسلسلة اللي بدأتها من سابق. هأبدأ بعرض حالة سريرية. نحن حنحكي بهي المحاضرة عن الماكرو سيركوليشن والمايكرو سيركوليشن، كيف نميز بيناتهم. عندي مريض مقبول بالعناية المركزة قسم العناية الداخلية، عمره 55 سنة، في عنده حالة ذات رئة، حاليا مطور آرتس، وعنده سيبتيك شوك. اليوم الخامس بالعناية، هو بعده على جهاز التنفس على تو بريسرز، على مقبضين أوعية. اليوم المريض صار نزل ضغطه أكثر، مور هايبوتنسيف، اللاب شود اللاكتيت تبعه ارتفعت للأربعة، في عنده ارتفاع باللاكتيت. فقرروا أطباء العناية إنه يعطوه سوائل دفعة أي في بولس ويزيدوا جرعة النور إبيل إنفيوجن دوز. خلال 8 ساعات أخذ حوالي 1500 ام ال من نورمال سالين. النور ابيدوس وصلت ل 1 مايكروغرام بير كي جي بير مينت، هي الدوس، طبعا هي دوس مرتفعة. الترند كان عم يزيد تدريجيا 0.2 0.4 لوصل ل 1 مايكروغرام، اللي هو رقم عالي. هذه كان المونيتور كيف عم يشوف فينا. الهارت ريت تبعه 99 99، ضغطه 106 على 56، الضغط الوسطي 78. هذا الانفيزيف، نون انفيزيف تقريبا نفس الرقم، سي في بي حوالي 7. هذا الريسبيرتوري ريت هذا مو دقيق، لانه هذا الميت غالبا على منفسه، وما عم الاشاره ما عم تلقط مضبوط، يعني هذا الميت عم يتنفس اكثر من هيك. اللاب تبعه كان اللاكتيت عم ترتفع، كانت 4 صارت 6 صارت 10 صارت 14 صارت 18. المريض كل ماله اللاكتيت او حاله عم يدهور. الساعة 3 الفجر كودد، وقف قلبه بالإنعاش، بدأ حوالي 15 دقيقة ما ساعد النبض نوروسك، والميد أنونس ديث at 3:30 بعد يعني على وجه الصبح. طيب المريض كان ضغطه الوسطي، إذا شفتوا المونيتور كان الضغط الوسطي تبعه 78، يعني ماب اتشيفد اللي هو مور ثان 65، أكثر من 65 هو الرقم السحري. طيب ليش صار معه هيك؟ ليش المريض وقف قلبه رغم انه كنا محققين المطلوب وفق المعايير اللي يعرف الانعاش، انه نحن محققين ضغط وسطي؟ طيب شو المشكله؟ المحاضره كلها لشرح هي الجزئيه، انه هذا المريض المايكرو سيركيليشن تبعه كان مسكر. فالمايكرو سيركيليشن اللي بنحكي فيه هو اكل اللي بنحكي، وقت نحكي بضغط الدم وبنحكي بالجريان وبنحكي بالسوائل، وبنحكي على والهارت الكونتراكتيليتي، على وظيفه القلب، المنخفضات وعاء الفلويد، كل هذه المايكرو سيركيليشن. لما بنقيس الضغط بنقيسه بالشرايين الكبيره، بنقيسه بالشريان العضدي او بالفخذي مثلا او بغيره. انا بقيس الضغط بالشرايين الكبيره، ما بقيسه على مستوى الجريان الشعري، انا ما عندي قدره على قياس الضغط اصلا. نحن بمستوى الجريان الشعري بيهمني ما هو الضغط، بيهمني الجريان، بيهمني الفلو، اني بدي اتاكد انه في جريان على مستوى الشعريات ولا ما في جريان. هذا الديبيت اللي هو الضغط مقابل الجريان هو ديبيت كبير بالمناسبه، وفي كتير اطباء بيدعموا انه نحن شو الفائده من قياس الضغط اذا كان اصلا هذا الضغط ما عم يعكس جريان. السؤال اصلا انه بالانسان الطبيعي هل ارتفاع الضغط الدموي دوما بيترافق مع جريان جيد؟ الحقيقه هذا الشيء صحيح، لما بيكون انسان سليم معافى ارتفاع الضغط او الضغط السليم لما بيقيس ضغطه بايده بيكون طبيعي، فغالبا ترويه الاعضاء عنده طبيعيه. امتى بصير الديسوسيشن الافتراق؟ لما بيكون في عندي صدمه بالحالات المرضيه، ممكن انه يكون الضغط بالشرايين الكبيره طبيعي بس الجريان بالشعريات ما هو جيد، وبالتالي انا لازم انتبه لما بدي اعالج مريض اني انا مو بس عم انتبه على الماكرو سيركوليشن، انا عم اتاكد انه المايكرو سيركوليشن تبعه سليم معافى. بدي اتاكد انه في ضغط شغال، في ضغط جيد عنده بايده، في جريان جيد عنده، فلو جيد بي على مستوى الشعريات. نتذكر انه الضغط هي من ربما المحاضرات الميكانيكال فنتيليشن، انه الضغط هو الجزء الرئوي والجزء الطرق الهوائيه. الجزء الرئوي هو بيتعلق بنفخ الرئه، في الجزء الطرق الهوائيه هو الفلو ملتبلاي باي الريزيستنس، المقاومه ضرب الجريان، هذا هو معادله الضغط. على مستوى الاوعيه الدمويه نفس الكلام، فرق الضغط بين الطرفي الوعاء بيتعلق بالفلو، او خليني اقولها بطريقه ثانيه، اذا كان في عندي فرق ضغط بين طرفي الوعاء حيكون في فلو بيتعلق بالريزيستنس. يعني في عندي فرق ضغط، هون الضغط قليل مثلا، هذا الضغط زيرو هذا الضغط 1، فرق الضغط بيناتهم بيتعلق بالجريان عبر الوعاء، بيتعلق بمستوى المقاومه، حسب المقاومه الموجوده بجدران الوعاء في بده يكون في فلو بيتناسب عكسا مع المقاومه. طبعا كل ما كانت المقاومه اعلى حيكون الفلو اقل، هي اذا كان الضغط ثابت.
ضغط هو ضغط الدم بهالحالة، والفلو هو جريان الدم بالأوعية، هو الكارديك أوتبوت. الكارديك أوتبوت هو لتر بالدقيقة أو ميل بالدقيقة وات ايفر يو كول إت، فهو جريان الدم بالأوعية الكلي، فهذا هو الفلو. بينما الريزيستنس هي المقاومة الوعائية المحيطية، السيستم فاسكولار ريزيستنس، عم نحكي عن الجريان بالأوعية الكبيرة وعم نحكي عن الجريان الرئوي هون. فهون انا عندي مره ثانيه الفلو بتناسب عكسا مع الريزيستنس. فانا اذا كان الضغط الدموي عندي، اذا كان عندي انخفض الضغط الدموي والجسم عوض برفع المقاومه، او انا عوض خارجيا باني ارفع المقاومه باني اعطي مقبضات وعائيه بدون ما انتبه على الجريان، ممكن المقاومه ترتفع وترجع تحسن الضغط رغم انه الجريان ما تحسن. فمو دائما الضغط الطبيعي لما اكون انا بالداخل بشكل بالحالات المرضية، مو دائما الضغط الطبيعي بيترافق مع جريان طبيعي. هي خلاصة المحاضرة، أنا لازم أتأكد إنه الجريان طبيعي، أوبتمايز الريزيستنس لحتى أوصل لضغط مقبول أو ضغط يعني هيلثي، بمعنى آخر بيعكس إنه ارتفاع الضغط هون بيعكس إنه المريض عم يتحسن. نحن بناخذ الضغط الوسطي على مستوى الارتريولز والكابيلاري، هذا هو ضغط الإرواء، البرفيوجن بريشر اللي هو بيتعلق بالسيستوليك والدياستوليك. طبعا هو 1 سيستوليك بلس 2 دياستوليك تقسيم 3، هذا هو معادلة الضغط الوسطي. لو كان ضغط المريض 130 على 80، ضغط شخص طبيعي 130 زائد 80 زائد 80 على 3 بيطلع 96، هذا المريض ضغطه الوسطي 96. نحن عادة بالريسيسيتيشن بالإنعاش البدئي بنهدف لضغط بدئي، يعني أول التارجت تبعنا أنه نوصل لضغط 65. هذا الضغط ما هو ضغط سحري، ما هو رقم سحري، هذا رقم بدئي انيشال. انا بعدين بقيم البرفيوجن على اساس بطلع على علامات البرفيوجن، اذا كانت جيده فبحافظ عليه، اذا كانت سيئه برفعه، واذا كانت مثلا اكثر من اللازم ربما خفضه. يعني ما دائما انا بحفظ الرقم 65 اللي هو اذا حققته خلاص المريض هو بحاله جيده، هذا الرقم هو عند معظم المرضى، بس في حالات معينه انا بطلع فيه وبنزل فيه حسب الحاله. برجع لجهاز الدوران لحتى اوصل لضغط طبيعي وبيرفيوجن طبيعي، يعني جريان مع ضغط طبيعي، لازم تتعاضد الاجزاء الثلاثه لجهاز الدوران مع بعض. لازم المضخه، القلب يكون عم يشتغل بشكل جيد، التيوبس لازم يكون في مقاومه جيده بجدران الاوعيه، لا هي زايده ولا هي ناقصه، اللي هي اللي فيني اتحكم فيها انا بالفيزوبريسرز البامب، انا فيني ادعمها بالاينوتروب مثل الديبوتامين مثلا. الفيزوبريسرز هم مثلا مثل النور اي بي او الدوبامين او الفيزوبريسين، والمحتوى تبع التيوبس انا لازم حافظ على اوبتيمال فلويد مانجمنت، هي الفلويد اللي عم تتحرك عبر هاي الداره. فانا لازم اطلع على العناصر الثلاثه بكل حاله صدمه واوبتمايزت حسب الحاله. خلينا نرجع لتعريف الصدمة. تعريف الشوك اللي هي life threatening condition، حالة مهددة للحياة، للقصور الدوراني في عندي circulatory failure. ايش بتسبب هذه؟ causing inadequate oxygen delivery، عدم وصول كافي للاكسجين to meet cellular metabolic needs اللي هي بتتناسب مع او تتوافق مع الحاجات الخلوية الاستقلابية مع الأكسجين consumption requirement، متطلبات استهلاك الأكسجين، مما يؤدي إلى cellular and tissue hypoxia، يؤدي إلى نقص أكسجين نسيجي وخلوي. كأني أنا ما قريت هبوط الضغط بالتعريف، ما موجود هبوط الضغط بالتعريف. هبوط الضغط ما هو جزء من تعريف الصدمة. ربما نحن متعود أنه المريض نازل ضغطه معناته هو في صدمة، أو مريض صدمة نازل ضغطه، لا مو صحيح. الضغط ما هو جزء من تعريف الصدمة. عادة تترافق الصدمة مع هبوط ضغط، وكنا نعطي أرقام سابقة أنه أقل السيستوليك أقل من 90 معناتها في صدمة، بس هذا الحكي مو دقيق أبدا. الصدمة تعني نقص تروية، إذا كان هبوط الضغط ما عم يترافق مع نقص تروية فما بيخوف، أو على الأقل بدي أقول هو ما هو حالة مرضية. في كثير مرضى بيجوني للعيادة بقصور قلب متقدم وهن معوضين كومبنسيتد على ضغط 80 أو 90. مرضى تشمع الكبد مثلا ممكن يكون عايش لانه هو عنده فيزو دايليشن اللي يتوسع، يعايش على ضغط 80 او 90 ومكفيه، فهو ما له بحاله صدمه، بتطلع على اللاكتيت عنده نورمال مثلا، المريض عم يعمل يورين. انا هي الحاله ربما اني انا بقبل بضغط شرياني اقل وبطلع على الترفيوجن، انا بشوفها بحالات مرضى التشمع بالذات. ما بتقدر تعمله وينينج فروم نور اي بي لانه هو عم تحافظ على ضغط وسطي 65، بتطلع على المريض عم يعمل يورين ولساته على تاتش اوف نور اي بي، مع اكيد معالجة عالية طبعا.
فبتقول لي المي ده خلينا نقبل ضغط وسطي 60، ننزل لضغط وسطي 60 ونطلع على المريض لساته واعي والمريض عنده اليورين الطبيعي. طبعا هو بيكون ريكفرنج من شاك مثلا او ريكفرنج من شيء شغله، فانا هون بعمل له ويننج للنور ابي وبقبل ضغط وسطي. انا وصلت باحد المرضى او المريضات وصلت لضغط وسطي 55 وبعدها هي شي از دوينج فاين وقبلنا، والا ما بتطلع من العنايه ابدا، والا ما بتطلع من العنايه ابدا يعني بتتم على نور ابي. الصدمات الاربعه هي الديسبيوتيف اللي هي التوزيعيه اللي بيكون فيها توسع بالجريان، التوسع بالاوعيه الدمويه اللي هي احد اهم اسبابها او احد اهم يعني تفريعاتها هو صدمه السيبتيك شوك، الصدمه الانتانيه. الهايبوفوليميا لما يكون في عندي نقص او ضياع للبلازما او السوائل. الكارديوجينيك شوك المضخه ما عم تشتغل بشكل جيد. الاوبستراكتيف شوك الصدمه الانسدادية هي فرع من الصدمه القلبيه بيكون في شيء بيمنع القلب من الانتلاء وبالتالي ما عم يضخ الدم بشكل جيد. فاما انه يكون في عندي بريكارديا تامبوناد، في عندي الصدام التامولي او الانتحاز التامولي بيسموه هلا. الاوبستراكشن في عندي شيء عم يسد القلب ما عم يخليه يمتلي، مثلا في عندي الصدمه الرئويه الكتليه الماسف بي اي، او في عندي التنشن نيموثوراكس. هذول الحالات الثلاثه للصدمه الاوبستراكتيف. كل هذول المرضى بيتعالجوا بالسوائل، كلهم بيتعالجوا بالسوائل، حتى الصدمه القلبيه لازم تعطيها سوائل، هذا هو الخط الاول. بس انا ما مو نفس الكميه بعطيها لما بكون نفس الجراه باعطاء السوائل بمرضى الصدمه القلبيه مقابل صدمه الحجم وصدمه التوزيعيه. هدول المرضى عاده ما بيكون عنده نقص حجم شديد، فممكن انا ابدا ب 250 500، بينما الصدمه الانتانيه الجايد لاين مثلا جايك مريض على قسم الطوارئ هو صدمه انتانيه تعطيه 30 ام ال بير كي جي، يعني لترين لترين هي لسه بسم الله. فانا هون مثلا لا انا ما بكون بهي الجرأة او بيكون بنفس الكرم، انا بيطلع شو وضع المي، شو هو الفوليوم ستاتس تبعه. عادة بالصدمات القلبية بيكون اكثر حذرا. نفس الكلام حتى بالصدمات الانسدادية بالمناسبة، لانه هدول في عنده قصور قلب ايمن او بيكون يعني في تفاصيل. فالشاهد انه مو السوائل بنعطى للجميع بس بحذر مو مثل بعض الحالات. هلا انا كيف فيني اقيم الجريان الكابيلاري بيد اللي هو جريان على مستوى الشعريات؟ انا ما فيني اقيس الضغط، انا فيني اطلع على علامات البرفيوجن حسب الانسجه. فالنسيج الدماغي اذا كان ميد واعي وهو ما في كونفيوجن، ما في عندي تخليط، فهو الترويه تبعه والله العليم غالبا جيده. الجلد بتطلع على حرارة الجلد، بتطلع على سكين موتلينج، هي علامة خطيرة ربما لو موجودة فهي دليل انه التروية سيئة للجلد. مثلا بتطلع على اليورين اوتبوت، اليورين اوتبوت اللي هو وظيفة الكلية، اذا ما يدعم يعمل يورين جيد اكثر من نص ام ال بير كي جي بير اور، هذا الكلام عند الادلتس. يعني مثلا بالبالغين الوريد وزنه 70 او 80، حوالي 40 ل 50 ام ال بالساعة مثلا لو كان وزنه 100 لازم يكون يحقق لحتى نقول عنه هيلثي. بالاطفال الكلام اعلى، الاطفال لازم يكون اظن 1 ام ال بير كي جي بير مينت يعني حسب وزن الطفل. بتطلع على اذا كان نازل معناتها في عندي مشكله بالترويه، الكليه ما عم تاخذ ترويتها من السوائل بشكل جيد، ما فيها بيرفيوجن جيد او ربما متاذيه. السب كليفيان فينس اوتوسات اللي هو حكيناه بالمحاضره الماضيه، اللي هو بيعبر عن عن الميكس فينس ساتوريشن هون بالسب كليفيان، انا ما اخذنا من الوريد تحت الترقوه او الاي جي. انا هون بتطلع على الساتوريشن، الساتوريشن الطبيعي بالدوران الوريدي هو 75% 75، فاذا كان اقل من 75% 50% مثلا او 60% دليل في عندي اكستراكشن عالي على مستوى الانسجه. حكينا تطرقنا لها الكلام بالمحاضره الماضيه وربما اتطرق له بمحاضره مستقله وادرسه احكي عنه بالتفصيل. اللاكتيت نفس الكلام، اللاكتيت بتعبر عن الاستقلاب الهوائي والاستقلاب اللاهوائي، لما بيصير استقلاب نقص سويه بيزيد استقلاب اللاهوائي وبالتالي بيزيد من انتاج اللاكتيت. كل وحده من هذول المشاكل، كل وحده من هذول طبعا في لها مشاكلها، انا ما بطلع على وحده لحالها. الاذيه الوعي المريض مثلا اذا كان على جهاز تنفس عم ياخذ سيديشن ما عارفين يطلع عليك على مسكين موتلينج ربما افضل من غيره، وان كان هو اوبجيكتيف ما هو اوبجيكتيف هو سبجيكتيف كثير بيطلع بيعتمد على الفاحص. ربما الحالات الاكستريم ما نختلف عليها بس الحالات النص نص بيكون في راي بين طبيب واخر. مثل ما قلنا مشاكل الكلى انه المريض ممكن صار في عنده اي تي ان اصلا وبالتالي ما عاد في يطلع على اليورين اوتبوت كمعيار للبرفيوجن. السب كليفيان فينس ساتوريشن في له مشاكله، ما هو اوبتيمال، ما هو شغله مثاليه فيني اعتمد عليها وقرر معالجتي على اساسها لوحدها. اللاكتيت نفس الكلام، اللاكتيت في له اوفر برودكشن وفي عنده كليرنس، فاذا كان الكليرنس هو المشكله ما هو البرودكشن
ممكن يكون يخربط لي الكلى مثلا، مرضى الليفر مثلا، الكليرنس طبعا هو الخربان، ما هو البرودكشن، ما مو دائما بيعبر ارتفاع اللاكتيت عن الاستقلاب، لا هو بمعنى اخر. مثلا البيتا اجونيست مثلا، اعطاء الادرينالين او الابينفرين ممكن يزيد اللاكتيت. فانا كل هالامور لازم احطها ببالي لما انا بدي اقيم هذول العناصر. فانا افضل اني اطلع على 4 5 عناصر مع بعض، او كل العناصر اللي متوافره بايدي قبل ما اقرر اني اخذ قرار انه الكرفيوجن جيد او ما جيد. هذه سكيم موديلنج، لما بتشوفها عند مريض دليل انه هذا مريض صدمه ثانيه، هذا المريض ما هو وضع جيد ابدا ابدا. هذا الدوران الشعري، هذا الجزء الوريدي، هذا الجزء عفوا الجزء الشريان والجزء الوريدي. لاحظوا في عندي سفنكترز، في عندي مثل معصرات او مثل بوابات، هي بتحدد مقدار الدم اللي بده يمرق من الارتريول للفينس، يعني بيمرق عبر الكابيلاري، وبالتالي الموضوع ما له علاقه بضغط الدم فقط، في كثير عناصر بتحدده. بتعلق اول شيء بالميكانيك، مثلا لما بيرتفع الضغط هذه المعصرات بتخفف، لما بينزل الضغط هي بتفتح، وبالتالي بتحاول، هذا بسموه الاوتو ريجوليشن، اضافه الى افراز المواد الكيماويه اللوكالي، سواء كانت البوتاسيوم، البروستاجلاندينز، النيترو اوكسايد، كلها بتحسن او بتقبض او بتوسع حسب الحاجه. فهذا اللي بسموه الاوتو ريجوليشن. ما بعرف اذا حدا شايف، ممكن هذا الجهاز انا ماني شايفه شخصيا، ربما قارئ عنه، اظنه موجود بهولندا، او يعني العنايات بهولندا انهم طوروه، ما اظنه موجود للاستخدام الواسع. هو بيسموه سايد ستريم دارك فيلد سيستم، اس دي اف. مبداه بسيط، طبعا هو اعقد من هيك، بس مبداه اني انا بطلع على يعني الفكره انه انا في عندي الشعريات اللي صب لينجوال، اللي هي تبع تحت اللسان، هي قريبة جدا، وفيني بمتناول اليد انا. فبهذا الجهاز انا فيني لو قررت او حاولت اني انظر لهي الشعريات بخلال هي التقنية، واقدر اشوفها على الشاشة، انا فيني قيم البرفيوجن او الكابيلاري برفيوجن. فلو اني انا اعطيتكم مريضين، هذا المريض هو الاي وهذا المريض بي، مين بتفضل يكون مريضك؟ هذا اللي البرفيوجن تبعه، يعني شوفوا كيف الشعريات معباية، بينما هون لاحظوا انه ما في جريان تقريبا، في تقطع بالجريان بمستوى الشعريات. انا لو بدي اختار مين مريضي الافضل، اكيد هاختار المريض A. سؤال مرة ثانية، مين افضل، هذا المريض A ولا المريض B؟ طبعا هاختار انا الاي صراحة، الاي بيرفيوجن تبعه افضل من البي. لاحظوا كيف التقطع هون، لاحظوا كيف هون الوفرة بالجريان. هذا فيديو بيشوفيني، خليني اعطيكم 3 حالات. الحالة رقم 1، هذا المريض لاحظوا انه الجريان عنده يبدو جيد، لاحظوا كيف هذه بالاورده او الشعريات الكبيره، حتى بالشعريات الصغيره بالتفرعات، في كثير تفرعات، هي بيحاولوا ربما في ببعض يعني بيحاولوا يعطوها قيمه او رقم، بس يعني كنظره يعني سبجكتيف بالعين، لاحظوا انه في تفرعات منيح. طبعا هذا مش يعني هي تجربة على حيوان أظنه كلب، وما بتذكر شو التشو اللي استخدمه. فهذا هذا الكلب عمليا أو الحيوان هو حالة الشاهد اللي هو نورمال. فلو انتقلنا للحالة رقم 2، أظن هون they induced hypovolemic shock، خلوه ينزف لهذا الحيوان. فلاحظوا أنه كيف الشعريات، لاحظوا أنه لسه في جريان طبعا أكيد، بس الشعريات الصغيرة تقريبا انعدم فيها الجريان، ما عاد شفت هالتفرعات الكثيرة. فهذه الدوران الشعري هون ما له بحالة جيدة بسبب هبوط الضغط. لو انتقلت للحاله الثالثه ذا انديوس سبسس، هون سبتيك شوك، نفس الكلام، لاحظوا انه ربما الشعريات الكبيره فيها جريان، بس الشعريات الصغيره تقريبا منعدم فيها الجريان. قارنوا الحاله رقم 3 مره ثانيه بالحاله رقم 1، اللي ارجع اشوف فيكم اياها. حاله رقم 1 في تفرعات كثير، في جريان موجود بالدم عم يوصل للخلايا، على مستوى الخلايا عم يوصل، بينما بالحاله رقم 3 والحاله رقم 2 ما عم يكون في عندي الجريان المطلوب او البرفيوجن الكافي. هيك بكون وصلت لنهاية المحاضرة، بتمنى أني أضاءت على موضوع المايكرو سيركوليشن، وبالتالي المرة القادمة لما بتحاول تعمل ريسوسيتيشن لمريضك، تعطيه سوائل وتعطيه فيزو بريسرز، تطلع شو نتيجة إعطاء السوائل والفيزو بريسرز اللي عملتها، شو تأثيرها على المايكرو سيركوليشن على ضغط الدم، وعلى المايكرو سيركوليشن على البيفيوجن. بتمنى أني وصلت لكم الفكرة، إن شاء الله نلتقي معكم بمحاضرة قادمة.